هنتكلم بقى على جانب تاني خالص، هو الجانب الفني. شوف جانب الفني في منتخبنا الوطني مع واحد من نجوم مصر ونجم طبعا النادي الاهلي السابق، كابتن احمد بلال. برحب بيك في تايم لايف. اهلا بيك يا احمد، ازيك، ايه الاخبار؟ برحب بيك طبعا. والنهارده المهمه الاولى لمنتخبنا الوطني، شايف النهارده الماتش هيكون ازاي؟ وهل فعلا مستر اجري هيصر على التشكيل؟ وهنشوف النهارده ملامح للتشكيل الاساسي اللي هيخوض بيه كاس الامم الافريقيه 2019، ولا ممكن نشوف النهارده لعيبه ثانيه غير التشكيل الاساسي؟ والله بص، خلينا في البدايه نقول ان دي اول مباراه هياخدها المنتخب تقريبا، قد يكون مكتمل الصفوف يعني تمام في المعسكر بتاعه. عارف منتخب مصر خلاص القايمه النهائيه بقت يعني ارسلت خلاص، فاكيد استقر مستر أجيري على كل اللاعبين اللي هيخوض بيهم بطوله افريقيا. وخلينا نقول يعني عشان برضو الناس تبقى فاهمه ومقدره الكلام اللي بنقوله، منتخب مصر صحيح. او كل المنتخبات بشكل عام يحيى معروف القوام الاساسي بتاعها، ان خرج واحد او خرج اثنين بالكثير جدا، ولكن القوام الاساسي بتاع المنتخبات معروف، لان انت خلاص بتتكلم في نسبه عدد لعيبه من المحترفين اللي موجودين معاك، بتتكلم في نسبه عدد لعيبه مميزين من الانديه اللي موجوده داخل الدوري المصري، فبالتالي القوام الرئيسي والاساسي لمنتخب مصر يكاد يكون معلوم للجميع. احنا ممكن نتكلم يعني في اثنين بوزيشنز، في مكانين اثنين في الملعب، سواء اذا كنا هنتكلم على الباك ليفت او السترايكر اللي ممكن يكون موجود في المنتخب المصري، هم دول الاثنين اللي ممكن يكون الملامح مش واضحه الى حد ما بالنسبه للجميع. واكيد مستر اجيري وعارف الكلام ده بشكل كويس، وهو اكيد يعي جيدا ويعرف تماما ان هو يبتدي بمين. ولكن النهارده في بدايه المباراه، في احيانا المديرين الفنيين في بعض الاوقات ما بيحبش يحط التشكيل الاساسي بتاعه في المباريات الوديه ما قبل البطوله، ولكن بيحب يشتغل او يحفظ اللعيبه التكتيك اللي ممكن يلعب بيه. يعني النهارده ممكن نشوف تشكيل مختلف شويه عن التشكيل الاساسي، ممكن نلاقي النهارده عناصر موجوده في التشكيل الاساسي او ال11 الاساسيين لمنتخب مصر ما يكونوش هم العناصر الاساسيه اللي هيلعب بيهم مستر أجيري. النهارده ممكن يكون نشوف الوضع مختلف، ممكن نشوف بعض البدلاء اللي ممكن يستعين بيهم مستر أجيري في مباراه افريقيا. دي ممكن تكون وجهه نظر للمدير الفني، مين اللي ممكن يكون موجود معايا وبديل كفء او بديل مثالي في الاوقات الصعبه اللي ممكن احتاجها له في بعض في المباريات الرسميه. ده ممكن يكون فكر المدير الفني، فعشان كده بقول ان مباراه النهارده مش هتكون البروبه الحقيقيه للمنتخب المصري بالتشكيل النهائي، لا ممكن يبقى فيها عناصر عايز مستر أجيري يحكم عليها من خلال مباراه النهارده. يعني اكيد خليني برضه اقول لك ان اكيد محمد صلاح ممكن اعتقد مش هيكون موجود النهارده في تشكيله مستر أجيري. مين اللي هيكون بديل؟ هل عمرو ورده، وليد سليمان؟ ممكن نشوف مين مكان محمد صلاح النهارده؟ بص، ممكن نشوف عمرو ورده النهارده مكان محمد صلاح، ويبقى عبد الله السعيد وتريزيجيه واحد من احمد حسن كوكا او مروان محسن ممكن يكونوا النهارده في البدايه. يعني هو كان في اقاويل ان احمد علي ممكن يشارك النهارده بصفه اساسيه، بس انا بشوف او برجح يعني انه ممكن يكون مروان محسن، لان مروان برضو فتره كبيره ما بيلعبش، ومستر أجيري بيعتمد عليه بشكل كويس، شايف ان هو عنده خبرات افريقيه، خبرات مع المنتخب بشكل كبير. ولكن في المكان اللي انت قلت عليه تحديدا، لا انا شوف ان ورده ممكن هو اللي يكون البديل لمحمد صلاح. طيب انت اكيد برضو كابتن احمد يعني واحد من احسن المهاجمين طبعا على مدار التاريخ، لعبت كتير ماتشات كتير، ولعبت كمان تحت ضغوط الجماهير طبعا كتير جدا، عنده ثلاث مهاجمين، احمد علي، احمد حسن كوكا، مروان محسن. هل النهارده ممكن نشوف الفرود الاساسي اللي هيخوض بيه كاس الامم الافريقيه، ولا ممكن نشوف حد بديل ويريح حد او يريح الفرود الاساسي اللي هيخوض بيه البطوله؟ لا بص، خد بالك يعني هو السؤال ده مهم جدا، خد بالك يعني مهم جدا. ليه؟ لان هو النهارده بحكمه النهارده هو بيفكر ان لو هو هيلعب بمروان محسن، فمروان محسن بقاله فتره ما بيلعبش، بقاله فتره كبيره ما بيلعبش تمام. صلاح النهارده برده مش موجود، النهارده برده اكيد عايز يشوف مروان محسن في ثوب المنتخب مره اخرى، مره ثانيه، عشان هل ممكن يبقى هو ده الحكم النهائي عليه النهارده في مباراه النهارده كمباراه وديه. انا اعتقد يا يحيى ان النهارده ممكن الفرود الاساسي يكون موجود النهارده في مباراه النهارده من وجهه نظري الشخصيه. يعني اللي هو مين؟ طيب يعني في وجهه نظرك اللي هو مين؟ في الغالب ممكن يكون مروان محسن في الغالب، يعني في الغالب. خد بالك المديرين الفنيين في بعض الاوقات بيبقى لهم قناعات بلعيبه، يعني هو ممكن يكون حاطط في حساباته لعيب عنده خبره، لعيب مثل المنتخب قبل كده، لعيب شارك في بطولات، لعيب لعب تحت الضغط زي ما انت اتكلمت من شويه، مين ممكن يتحمل الضغط الكبير من الجمهور اللي هيكون موجود هنا.
ممكن يكون لاعب قدام فرق قويه باسماء قويه. فاعتقد هما الاثنين الاقرب ممكن يكون حسن كوكا ومروان محسن، وان كنت بشوف ان الاقرب ممكن يكون مروان محسن لانه اشتغل مع جيري كتير، ومع ان الراجل ده بيفاجئنا بحاجات كتيره جدا يعني خلال الاختيارات يعني. بس ممكن نشوف ظهور النهارده لاحمد علي او احمد حسن كوكا؟ ممكن اعتقد في الشوط الثاني هيبقى في بدائل كتير النهارده. يعني في الشوط الثاني لان خد بالك زي ما قلت في البدايه ان في بعض المباريات ما بتبقاش عايز تحط الاساسي بتاعك لان خلاص القوام الاساسي معروف بالنسبه لك، انت عايز تحكم بس على اللعيبه اللي ممكن يعني يكون لهم دور ثاني معاك، يعني لعيب يكون احتياطي ويشارك، لعيب ممكن تستعين بيه في بعض الاوقات. فالنهارده اعتقد الدور بتاع الرجل الثاني او اللعيب اللي ممكن يكون سبستيتيوت يعني مع المنتخب ممكن يلعب النهارده. اعتقد ممكن نشوف احمد علي النهارده، وممكن نشوف لعيبه ثانيه كتير، ممكن النهارده برضه نشوف وليد سليمان النهارده مع منتخب مصر برضه في بوزيشن غير البوزيشن بتاعه. يعني ممكن النهارده يلعب مكان عبد الله السعيد في بعض الاوقات، ممكن يلعب مكان ورده في بعض الاوقات. فانا شايف ان النهارده يعني هي تجربه للحكم على اللاعبين اللي ممكن يكونوا على دكه البدلاء ويتم الاستعانه. كابتن احمد يعني بنلعب موسم من غير جماهير، شايف النهارده او على مدار البطوله الجماهير هتكون طبعا موجوده وهتبقى الاستاد ممتلئ ان شاء الله على اخره، هل ده هيبقى ضغط على بعض اللعيبه اللي هتكون موجوده في منتخبنا الوطني ولا لا؟ انا اتمنى ما يكونش ضغط. انا اتمنى مباراه النهارده ما تكونش ضغط على اللعيبه، لان خد بالك انت في يعني انت بتلعب بطوله على ملعبك، بطوله على ارضك زي ما انت قلت، سيزون كبير بالنسبه لك، ما بتلعب من غير ضغط جماهيري، بطوله مهمه جدا بتتلعب على ملعبك، كل يعني انت وصيف البطوله اللي فاتت وهي خد بالك محطوطه في حسابات الجماهير لما تبقى وصيف البطوله اللي فاتت بره ملعبك، فبالتالي متطلبات الجماهير او متطلباتها بتكون انك المفترض ان انت تبقى حاصل على البطوله او بتلعب على اللقب السنه دي، وده وضع طبيعي لاي منتخب البطوله بتتلعب على ملعبه وهو بيبقى وهو كان وصيف البطوله اللي فاتت يعني. فالنهارده ممكن يبقى في ضغط كبير جدا على اللعيبه. لعيبه النهارده الجمهور النهارده ممكن يحكم على اداء بعض اللعيبه، مع اني شايف ان المفترض النهارده مش مباراه للحكم يعني. يعني انا حتى بنصح الجمهور النهارده ان المباراه دي مباراه للتجربه، مباراه النهارده مستر اجيري ممكن يبقى عنده تاكتكس محدد عايز يجربه النهارده ويشوفه هيلعب بمين. شايف ان هي ممكن تظلم بعض اللعيبه اللي ممكن يكونوا النهارده مستر اجيري هيجرب النهارده بعض اللعيبه، ممكن شايف وجود الجماهير تظلم بعض اللعيبه؟ ممكن يا يحيى، ممكن تظلم بعض اللعيبه النهارده، لان في لعيبه النهارده خد بالك ميزه الدورات اللي فيها بتبقى فيها المجموعات، يعني ده الدور يعني او دور المجموعات انك بتخش في البطوله واحده واحده. فالنهارده منتخب مصر عنده ثلاث مباريات هيخش في البطوله واحده النهارده. في ممكن لعيبه تتظلم قدام الجمهور، يعني في ممكن الجمهور النهارده يحكم على بعض اللعيبه من خلال ادائهم النهارده. مع العلم ان انا زي ما انا قلت لك ان المباراه دي بالنسبه للمدير الفني للحكم على بعض الاشياء، ممكن للعيبه الاحتياط او ممكن كمان بيكون بيجرب تكتيك معين النهارده عايز يشوفه، وعايز يشوف هو هيلاعب الفرق المستوى المتوسط بأنه شكله بأنه طريقه. طبعا بشكرك شكرا جزيلا، واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن احمد بلال، ودايما بنستفيد من ارائك الفنيه، بشكرك طبعا شكرا جزيلا.